في الجزء الأول 250 حلقة كانت الشخصية تقريبا إلى نصف المسلسل هادي متزن، يدرك ما يحدث حوله، يعني كان ما يبالي كثير، وكان إحنا نقول كلمة يسلك، يعني يمشي الأمور، ما كان يدقق كثير طلال بهيتاني. بعدين لما صارت عليه ضغوطات في الحياة ومر بمرحلة طلاق صار أقوى من قبل، وصار سريع الغضب، وصار يتخذ القرارات بسرعة. أحياناً بتكلم عن نفسي أنا طلال دون عبد الله، أحس أني أندم على بعض القرارات اللي أتخذها، وأحياناً ما أندم، أقول لا اللي أنا أسويه صح. في نهاية 250 الحلقة الأولى بدأ يستشعر قوته، وبدأ يرجع للبحث عن هيبته وعنه أكبر ابن في العائلة، لأنه زيد أصغر مني في العائلة فهو المسيطر دائما، فقاعد يقول أنا أصغر مني يسيطر، لا أنا طلال الأكبر سنا، وأنا أنا مدير البيت بعد الوالد، يعني أنا رب البيت. فهذه في نهاية 250 للموسم الأول في الميراث، وكمان يعني حسيت أن شخصيتي صارت أقوى، والمشكلة أن كل ما كانت أقوى كل ما تجي المصايب على رأسها أكثر. يوم السالفة كلها طاحت فوق رأسي، ومع ذلك وقفت في نص الشركة. رمضان القادم هذا إن شاء الله، كل عام وانتم بخير جميعا المشاهدين، ما راح يختلف كثير عن حلقات رمضان السنة اللي طافت، بس وجود عناصر جديدة في العمل، وجود ضيفة بتحل علينا في طيلة حلقات شهر رمضان، نجمة سعودية معروفة وسبق أن اشتغلت معها قبل فترة، جميلة خلقا وأخلاقا، والأحداث راح تكون مختلفة نوعا ما، يعني نقول إن شاء الله أن يكون موسم أفضل من اللي قبله في الأحداث وفي تصاعد الأحداث خصوصا. شوف أنا صريح وما جامل، لو ترجع السنين ما راح أمضي العقد، ولكن لو ما مضيت العقد كان بتمنى أنه أنا اشتغلت 3-4 أعمال، أو خلينا نقول 6 أعمال في السنتين وتكون مهمة وكلها ضاربة، يعني كلها راح تلقى صدى واسع. وهذا يعني على أساس عذر لغيابك ولا إيش؟ زيد بالأخير أنا ما راح أستقبل واحدة حرامية. بعدين قاعد أقول لو ما وقعت وعد بلام كلمة لو، هل أنا راح أشتغل 6-8 أعمال كلها راح تضرب؟ يمكن واحدة واثنين يضرب، يمكن ولا شيء يضرب منها، فأنا بخسر. بعدين أرجع أناقض نفسي 100% وأقول لا الحمد لله أنه أنا وقعت. حنا ليه متى بنقعد كذا؟ ما نقدر لا نتحرك ولا نتصرف بكيفنا. والله كان بيدي رقبة زيد خليه يجي يتمنى أن نتنازل عنه ولا نتنازل. الميراث فتح لي أمانة أفاق شهرة، يعني الميراث أي أحد شارك في مسلسل الميراث أنا أشوف أنه بوابة عظيمة للشهرة، وأتحدى أي ممثل ولا أي ممثلة في الميراث يقول كلامك غلط يا عبد الله، أتحدى. الكل بيعرفنا من كل الجنسيات، يعني مش من السعودية فقط ومن الخليج. بصراحة يوسف هذا كان أغبى ثاني قرار أخذ بحياتي. ليش؟ وشو الأول؟ الزواج. فأنا أعتقد أن وجود العناصر الجديدة في المسلسل والشبابية أثرت على المشاهد أنه شباب ما شاء الله، يعني لسه، يعني أنا أقول هذا سبب مهم، هذا غير الديكور طبعا، غير كلمة سوب أوبرا أنه شيء جديد علينا. الميراث على NBC1 رمضان يجمعنا.